كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثرة العشاق. إذا ما أردنا وضع عنوان لما شاهدناه على مدار يومين من هذا الاستحقاق الدستوري، فإننا وأي منصف لا يبالغ أو يداهن إذ قال إنها تظاهرة في حب مصر. تظاهرة بدأت مطلع هذا الشهر، بدأها مصري الخارج لتتلقفها منهم أيدو مصري الداخل ليكمل هذه التظاهرة في يومها الثاني. عزيزي المشاهد، ما أصدق قيلا من الأرقام في هكذا سياقات تطالعنا كل الأرقام والمؤشرات الأولى أننا أمام مشاركة تاريخية من حيث الأعداد في كثير من الدول ذات الملفات المتشابكة والمعقدة في داخلها أو على حدودها مثل الحال في الدولة المصرية. فإننا قلما نرصد ما شهدناه عبر شبكة كاميرات التلفزيون المصري المنتشرة في كافة محافظات مصر، وما شهدناه رؤيا العين، والذي يؤكد بما لا يضع مجالا للشك أننا شعب من خلف قيادة تعزف جميعا على نفس النغمة، إنها نغمة الوطن. الحال في سيناء لم يكن بأقل منه في القاهرة، الإقبال في الفيوم لم يكن بأقل منه في الجيزة، الزخم على صناديق الاقتراع في السلوم مرسى مطروح يماثل ذلك الذي شاهدناه في الإسكندرية. الأقصر أسوان كانت تتنافسان مع محافظات الشرقية بورسعيد الإسماعيلية السويس. وصدق القائل حين قال خبئ قصائدك القديمة كلها واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في جمهورية مصر العربية، أهلا بكم في الجمهورية الجديدة.